في أكاديمية تم إنشائها في فرنسا سنة 45، بس إحنا عايزين لما نعملها نديها الجدارة ونديها الجدية وتفضل تقوم بدور حقيقي. لما بتكلم عن هذا الموضوع، عن دور المرأة في مصر، بتكلم عنه بتقدير واحترام واعتزاز شديد. دايماً ببقى سعيدة جداً وأنا بزور الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني بتدي طاقة إيجابية جداً بالبرامج وتنوع البرامج والتعامل مع فئات كثيرة جداً من المجتمع وبصفة خاصة الشباب والمرأة، تركيز أساساً على المستقبل، فأنت بتحس إن أنت جاي بتشوف مكان دايماً بيشتغل على المستقبل، بيشتغل على القوى البشرية اللي عندنا، فده طبعاً دايماً بيدي يعني طاقة إيجابية شديدة جداً. المرأة نصف المجتمع، وانت صاحب الخيار اما ان انت تعطل نصف المجتمع او تفعل وتشغل نصف المجتمع. تنوع كبير جدا جدا في الاختيارات، تنوع ثقافي مختلف، ولكن الكل بيجمع في شيء رائع وهو الإرادة للتطور. حصل تطوير كبير جدا في المناهج، في البرامج، في مواكبة مع الاستراتيجيات المختلفة اللي الدولة المصرية من خلال سواء كانت مرأة، سواء كانت تنمية مستدامة، سواء كانت توطين في المحافظات. فالحقيقة الأكاديمية بتقدر تلبي احتياجات موجودة على الأرض حقيقية. المرأة المصرية دلوقتي في العهد اللي احنا فيه واخدة يعني زي مكانة خلتها ان هي يبقى عندها طموح اكتر وقت. برنامج بيهتم بصقل المهارات القيادية والإدارية للسيدات لتأهيلهم لمناصب تنفيذية داخل او خارج الدولة. سيدات مصر، انا بقول لهم مش احنا نديكم مكانكم، انتم تتقدموا الصفوف وتاخدوا المكان والمكانة التي تستحقونها.